أصبح النور سيداتي سادتي، نهار جديد عاوتاني. شكون حنا؟ لا حنا وزارة، لا حنا برلمانيين. فات على ربي تخرج لك جميلة. واحد الزحمة خيالية هانتوما كتشوفو قدامكم، والله إلا بزاف على هاد الزحام. الزحام بزاف شعييك أصاحبي. 2000 years later. ونمشيو نعاودو ندورو الدورة نشوفو من الجهة الأخرى، مابقيتش بزاف على هاد الزحام هذا. What is called Griffith Observatory. كتشوف منها كتشوف لوس أنجلوس كاملة، ولكن الزحام أصاحبي بزاف راه مايمكنش. نحاولوا ندوروا الدوره دابا ونشوفوا الجهه الثانيه، ولكن راه بلاصه رائعه صراحه. هذا البارك واعر. وبعد عناء طويل عاد باركينا هنايا انا والزغربيله اللي هي تعبانه. Attempt number 2, we have to go down the mountain, go back around and come back up from the other side. ولكن مع ذلك سيداتي سادتي نحاول نستمتعوا بما تبقى من الوقت. يس بين 2 اورز هذا هو. انا نصور لكم حياتي انا وزغرميله، قلت لها ناخذوا التحدي نطلعوا في الجبل هذا، ولا خصك تمشي الطريق كامله وتدور وتطلع بلاصه الشارع. دونك انا وزغرميله واخذين التحدي. يلا زغرميله، يو ريدي؟ يس. It's a big challenge, okay? Yeah, this is our exercise for this holiday. ترفنا نص الطريق زغربيلة. ها؟ You got tired. وقفت والله وقفت. ها شحال نزيد طلعنا هاي. الله إلا كتسخسخ. واو 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 واو. صافي. تشالنج. نو إت فينيشت. جينا لهنا باش ناخذوا الصور سيداتي سادتي. ولكن راه واحد الجو لا أصدقه الصراحة. بحال داك الجبال اللي عندنا في المغرب، جبال الأطلس. الناس فرحانة وكلشي نشيط الحيوية والنشاط. والله إلا يا سلام. Tell me quickly, who's this guy? And what? He invented calculus. He invented calculus. Yeah, he was a badass. He was a physicist, a mathematician. His laws of gravity are legit. That's what we use till now. على فكرة راه زغرميلة راه UCLA graduate من الماثيماتيك ديبارتمنت، correct or no? That's right. اي اي عندك إجازة في الماثيماتيك. ولا بيني وبين الرياضيات الخير والإحسان. هي الماثيماتيك كتنقول لها بعض المرات. شوف بيزي بيزي بيزي. Look look, all these guys here were physicists or physicists. Or therapist. So mathematicians. I'm reading the one. كتقرا السميات هنا العشيريته. هلو غاليلي. Griffith Observatory. You can see all of West LA and then downtown is that way. Downtown LA. But look, if you see that like crumble of buildings here, that's like Santa Monica area. Westwood. Yeah, it's next to the beach, look. Thank you, Zarmila, for bringing us here. I'm the tour guide. Hire me. Tourist. Be touristy, dearie. هذه إلى من الجهة الثانية ديال الأوبسيرفاتوار. كتخرج ليا الكلمة بزاف سيداتي سيداتي ما تديوش عليا. So now where are we going? We're going to the museum. غامس. It's so full, it's usually like this. No, I never seen it like this before. على فكرة the CCD كاميرا. شو كيفاش كان تلسكوب وكيفاش CCD.
انتريسينتي. هتسالي في الميوزيوم زوينه الصراحه، كنا انا عم نعرف عنه في الميوزيوم زي كان تشيل. من بعد الحركه دابا اش مشينا باش نمشيو للابسرفاتوري. So now we're just gonna go and eat. Seafood and Zahramina, that's her favorite, right? This is my dream. 2 hours later. سيداتي سيداتي احنا كنستمتعوا دابا مع الاصدقاء. انا ثاني سيفود الشريمب الشريمب عاوتاني الشريمب عاوتاني ما يعطلكش. وسط محمد دايرين من فروم ذا ويدين دايرين. Yeah guys, you guys remember them, reply in the comments. ان زياد today تهلا فينا وجبنا لواحد البلاصه خطيره بوفيه ديال سيفود. حتى كنت تنفخ معنا يا فنان. شيت انا وقتها تنعمر زياد حتى هو ما عطلاش بحال البانا. انت راه عفريت انت بين والديك اسيدي. ارجي دخلنا لهذا الفيديو انت خونا راه شحال عمر ما خرجناه حتى سدو. توريه ما خرجناه حتى سدو مال. شوف الطباصر راه الطباصر خواه وريهم هات التفصيل الاول والثاني عجباني الثالث راه نايض غادي بحالنا. قال لي يلاه نعاود وانا خلصت من غادي خير من ايه ترجع راه ما يسالينيش قش قاعد نتمشى كاع. ولكن سيدات السادات هذا هو المهم اننا حنا دابا راه نستمتعوا بالحياه الرياضيه مع السي زياد ومع زغرميده ومع الجميع. ورحلتنا سيداتي سادتي لم تنتهي بعد. زغرميله where you brought me to lack my museum of contemporary art. Hi, how does it look like this place? It looks zwim bzzz. Yes, it's this one? Yes. Well, that's not it. That's just like some monument. But that's the museum. It's just closed, so we can only see those lights. هاد البلاصة زوينة اللي جبتينا ليها صاحبتي. Thank you. I love you. I love you. Like فاكيتا. تنتورتي؟ زغرميلة جابتي قالت لك هنا ستي. Hi, hi, I love Pichy Zagramila. How did you know all these places? Because I was an LA girl. Tomorrow. أصبح النور سيداتي سيداتي. نهار جديد عاوتاني. كيف كتشوفوا دابا زغرميلة يلا ديما رينا. الغرفة يلا خويناها وكذا وهادي خرجنا الباليزة واللعيبات. دابا نعطيكم التحديث ديال هذا النهار هذا. واليوم سيدي نهار سبيسيال هو ان فانيسا غادا تديني للجامعة فين قرات هي يو سي ال اي يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا لوس انجلوس. كانت هكا كنبقى يو سي ال اي. دونك اليوم غيكون نهار سبيسيال سيداتي سيداتي مع زغرميلة. خليكم معنا دابا اول حاجة نمشيو الفطرة ومن بعدها نشوفو شنو غنمشيو نديرو. شنو نعطيهم الاكسس نديرو تشيك اوت رايت ناو. هذا هو الاوفيس ديالو. داكشي بسيط للغاية ولكن امريكي. يحطونا and that's all. أنا سيداتي سيداتي هيا زغرميلة. Are you ready for today again? Yes, I'm so excited to show you everything. هيا هيا بس مازال ما فطرناش عندك كذا بالمورال باقي ما طالعش. نمشيو نفطروا إن شاء الله من بعد عاد نشوفوا النهار كيفاش يدوز. اللي هو أهم بلايص نمشيو لها هي الجامعة في قرات هي وجامعة كبيرة قالت لي. دونك المهم أنتم ضروري راه تبقاو معايا وتعيشوا اللحظات كيف ما أنا كنعيشها بالضبط. هذا هو المهم. Yeah. Mila, you look excited, Zarmila. MashaAllah. Excited. MashaAllah. Excited. For years, I used to study here, baby. So many memories of the streets. I used to walk all over this Westwood Village. Like this. Like Zarmila with my books. جميع دير بحال مدينة. It is a city. It is a city, my friends. Zarmila, she's happy she found parking. شوف شوف داك الفولا شحال كبر منا مع الوحشة. انت راه وحش كلاتي اللي رزقناه في المازوت كلاتو صافي. صافي. I used to sit there.
في صغر مين راح يحسب بحال اللي راه جايباني انا تساليني في الجامعه ديالها، ولكن اللي ما وراء الستار راه هي جايه باش تشوف الجامعه شنو دايره فيها بريئه زعما راه ما فرصه واحد. So you brought me to see UCLA or you came to see UCLA? I brought you, I've seen it many times. And then I will take you to my classroom and then we will go shopping. Nice. You look nice. Beautiful breakfast, my friend. I'm in your university, that's what you're saying. It's like you're hosting me now. I am hosting you. Like, thanks. دابا عاد نمشيو نديرو ديال الزياره ديالنا صغر ميلا تشاميز فول فولست يلا ليتس جو ريدي ناو باش نقول لكم واحد المعلومه بسيطه خفيفه ظريفه على صغر ميلا كتموت على اي حاجه سميتها سكين كير. هاد الاوردينري هذا سيرتو هاد الاوردينري عرفتي شحال عندنا من الصندوقه ومازال جايه تشري صغر ميلا عندنا اناف اوردينري رخاص they're cheap in the UAE. I pay like 60 dirhams like 20 which is $15 yeah or 15, 60 like double. Mila, what you're doing, come here. Vivi, I went to so many stores, I don't know what's happening in the US, but they were all out of stock. In here they have everything. صب لكم الزواج سهل، صب لكم الزواج غير اجي وخرج وتسيرا. ها يلا فكها معاها دابا، دخلت لك المحل ديال الماكياج. كي عندي نخرجها دابا انا، كي عندي نجيب هذيك الانسان اللي تما لهذا الباب. مستحيل، الله يجا مستحيل بالله. وتحمت هاتي، عاد بدات. زغر ميلا، I thought we were coming to UCLA, not here. I'm more excited than seeing UCLA because I saw this. I told you she brought me just so for her to see the UCLA. It's not me to see. Look what we're doing. It's been an hour here. شحال كتحماقية على هاد الشركة ديال الأوردينري. البنات اللي كنتو كتفرجوا أنا غنسولها لكم دابا. بلا ما نعطيكم أنا شنو تنظن على هاد الشركة. زغر ميلا give the girls that they're watching us a little briefing about the Ordinary. All the products. This is a really cool brand because all their products have like one or two ingredients only, so they really target specific concerns. So, and it's also very accessible. The prices are very cheap compared to other high-end brands, and they almost sometimes do the same thing as an expensive product. والله الا كتجمعهم بحال راه عطاو ليها فابور وكل حبه تما دايره شي 150 درهم. It's so much صغر ميلا. No, no, it's okay. اه بغيت انا الصبر يا ربي انا I will wait you outside. زعما حسبك جاوبتني يا راه ما جاوبتنيش. غنخرج على بوحدي باش نرتاح. قانا تشدي شي سكتة قلبية. I think that's all me. Oh my god. Wait, I want to show me how much all. Baby صافي صافي صافي. No, no, because it's for the whole year. Because we won't come back until another year. It's literally you can make a store back home there. She can make a store and start selling it. No, everything is double. Oh, that's why. Season to be jolly. La 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 la. Whoa. You okay? I'm not okay. You just paid $250 just for this little bag. It was gonna be $500 because everything costs two times as much. And now I have all my shopping for the year. Or some of it. I'm upset, but بالصحة والراحة. Baby, I'm looking beautiful for you. What you want? Can you also use the products? مضرور خوكم ولكن معني من دير. عندي من دير. هضر معها. هضر معها الدابزة. وين دابزة؟ خلي المدام فرحانة ناشطة عارية. خليفة على الله. هيا تنقول لكم الزواج راه ما ساهلش. أنا تنقولها وتنعاودها. Being married is not easy, yeah? No, it's not. It's not, guys. هاني اخوكم راه مضرور ولكن المهم هذا جهدي جهدي هو يشكي عليكم نتوما وندير هذا الفيديو هذا. واسيوني واسيوني يا سيداتي سيداتي يا واسيوني. Now you finished, now it's my time to show me UCLA. Yes. A few inches later. سيداتي سيداتي دازت واحد خمسة دقائق صافي نسيت حيد عليا نسى. دابا حنا كنشوفوا البلايص فين كانت كتسكن فانيسا والسكن وكذا بحال
نظن بحال حي جامعي حنا نقول عندنا، ولكن عندهم هما كلشي وسط الجامعه بحال السيتي. حنا غادي نقول لها السيتي. You are actually living very close to the uni. Yeah, look, this is the uni. It starts here, but the engineering building and the math building, they're very on the other side of the campus. So what is this? All were like in a sports facilities. Yeah, this is like the recreation area. In this building here, it's only for the football team, for American football. They have their own gym, they have their own equipment, their restaurant, everything. And then it's the one for the basketball team. أنا في تيجهزوا الأبطال ديالهم في الجامعة، جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس. يا سلام على طارتهم. Okay, now we just saw the truck. What's next? Do you see that building there, that tower in there? Okay. This is where we're gonna go soon. Not okay. to the top, but just just to see the building. Okay. It's in the center of the school. That was the first building. فات على ربي تخرج لك؟ جميلة. How old Brown was? هذا هو البروين، من جهة السمية ديال students Bruins. So why do they call us the Bruin, or why students are the Bruins? So I think it's the students who chose it in the end, like to choose the mascot. But also it was related to some rivalry that there was between UC Berkeley and UCLA. In UC Berkeley it's Bears, so here they did like something similar. Okay. Just to be against them, you know, like Bruins and then Which is a bear as well. Okay, okay, gotcha. Here, what do you use to take food? Yeah, they have a food pantry where they give free food for students like bread, eggs, vegetables, snacks. And you can go take for free if you don't have something. Just to support the students. And these are all donations from the rich people who live in the area. شوفوا المباني كيفاش كيبان. شي عامل تدخل هنا تجيك داك الموتيفاسيون ديال القرايه، تجيك الحياه. Why all the buildings looks like this? Because these were the first buildings, the two in the top, and then they start to build the surroundings, and it's 100 years old, a little bit more. So that's why they all have this architecture. It was inspired by the architecture in Italy. Yeah, that's interesting. زهر ميلا باش كتعجبك هكا تسولها كتعطيك اللاصق. برافو زهر ميلا غراسياس. We're halfway there. Not bad, right? Not bad. It's rainy a little bit. And it looks beautiful. We're having some fun. Like we always do. I'm losing my breath. Me too. We went up all these stairs. Okay, this is the first building that was built. First, yeah, building. I was trying to look for a better way to say it, but it is what it is. This is where you want to take a picture, huh? This is called Royce Hall. What's called? Royce? Uh-huh. Hall. Royce Hall. Royce Hall. And this is Powell Library. This is where you take your pictures when you graduate. You come here in the library in front of Royce Hall. There is a picture. Do you know how many students sit down the same way that I'm sitting right now to take a picture for their graduation? Yeah, look, it's even peeling off of how many people sit there. I took my picture here. You did too, huh? That's cool. Look, now she's waiting because you didn't give her anything. She's like, you tricked me. Now we're entering to the area of the social sciences. Teach one has to teach the university, but not all of them. They're not going to teach the university.
Well, I took you to mine. Let's check that building if it's open. I used to come here for tutoring lessons. Maybe everything is closed. Come on. Well, we tried. Okay, baby, this is it. This was my building. The woman briefly is the Hermila, say that you said it is her just my mathematics. مو جاهزة في الماتيماتيك، أنا ما تنتريقش صراحة مع هذا الفيلم تاعي. Congratulations my friend. I love you. Come, I will show you from where I used to enter. Okay, this was my entrance. And why do you think that all the other buildings are beautiful, but why the math science building looks like this? You know, the math students, they don't take care even if with their other rest of the details of how much they're focused about school and studying and numbers and everything. So they don't care about this building. They only care about the numbers. It's so cool, huh? So if we mix it, we shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Baby, tomala, tomala, tomala. So if you know, it's good. I used to have classes here as well. And I used to come and just study in these random classrooms. Ah, it looks the same. Look, this is for a real mathematician. You must have a chalkboard. Ah, corner. No, no, corner there. Ah, up. Come on. You're such a pinchy. There. There. No. I used to come here in the weekends. I keep a whole room for myself and I just keep having fun by myself. هنا في صناع الانترنت تخيلي معايا من هذا القسم هذا هنا باش تشوفوا تدخلوا تلقاو واحد التصاور ديال اللي ساهموا في صناع الانترنت وشكون كان المسؤول هذا هما العلماء. It's like a little museum. هذا غرفة بحال غرفة المعرض هذا الشيء خلاو هذا الباب هذا بالزاج إذا شفتوا الباب الآخر أنت واحد فيهم ما فيه الزاج يعني بحال معرض باش تجي وتشوفوا كيف تاخروا هما بحال التلاميذ اللي كانوا عندهم العلماء وبروفيسورز اللي كانوا عندهم في المدرسة في الجامعة. I had a class with Priscilla here. Oh, welcome to UCLA. مرحبا بكم في UCLA. يا سلام. أتي نكون عندنا حنا بحال هاد الأنفي لازم في جامعة ابن الأوفا ولا في أي جامعة في المغرب كنظن جامعة الأخوين عندهم هاد الشكل. This is a small one. If I show you the big one, it's really nice. What did you get, Casper? 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 ولكن اكيد من الجامعات المغربيه تخرجوا دكاتره وتخرجوا اساتذه جامعيين وعلماء تاريخ وكذا وما الى ذلك ولكن انا هذا غادي كنتمنى حتى الجامعات ديالنا الناس المعنيين بالامر انهم يهتموا بالطلبه. This was one of the days that I was dreaming to bring baby to see my school because the first time he applied for his visa he was supposed to come visit me and I was still a student here so it's very special that after all that struggle 3 years later, 4 years later almost, but we finally made it. We're here together. ناري ناري اخوص نطاري وشوف اسمعني طاري طاري ناري ناري اجلس التقف وقرا وشوف اشنو طاري طاري لك باقي غادي ساهي خاوي راشد ما غكاسي افيق وايق وما تبقاش لحقك ناسي المهم هو هذا Imagine if I was short like this like you. When you come to the orientation they tell the you the world is so different when you're this short Baby stop
When you come to the orientation, they tell you that you're not supposed to touch the water because it's bad luck. Unless when you graduate, you can touch it. So everyone comes here to take their graduation pictures touching the water, and they put their feet in the water as well. So it's just something symbolic, like you made it. You made it in and you made it out. Unfortunately, it's not on. So that's my luck. It gets full and then it starts to flow over into that hole there. Unfortunately. That's my luck. They're not turning it on. Do you remember one of us was with Vanessa and we were here with this star? قلت كتشري لي واحد التيشيرت الحين انا وياها بيوجنا جينا باش نشريو بعضياتنا السنين سيداتي سيداتي ثقوا في احلامكم ثقوا ما شاء الله ما شاء الله ذا اديداس وان ماما ويل تراي اندر ارمر اي يو 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 سو ماي جاد سو ماي جاد سو ماي جاد سلام سلام ولا لا صلى ما شاء الله ما شاء الله اي اي هي جاست وونتس تو شو اب I love you for infinity, okay? تالينا الرحلة من UCLA سيداتي سيداتي حنا غادي نمشيو للطوموبيل وشدتنا الشتي و شوفوا كشافي هنا كيفاش فزقوا زغر ليلى هي تخبات وسيداتي سيداتي رجعنا معكم مرة ثانية يلا خدينا داك التيشيرطات ديال UCLA كيفاش شفتونا عينا شربنا شوية ديال المرتاحين دابا عاوتاني رجعنا فين غاديين سيدات سيدتي غاديين عند زياد سيدات سيدتي عرض علينا قال لنا مرحبا بكم وغيغدينا والساعة كم دابا انها الخامس انها الرابعة والربع نمشي ونتغدى وغداء مغربي تقليدي يا سلام مغربي Eventually. Jelly. سير صغر ميلا. بسم الله. آه يا. أو أنوار ناس إمارات أنوار. سيدي زياتي عنا بينا أنا سيدي زياتي عنا بينا. الله يعطيكم الخير. وهذه ختيمتها يا سلام. برافو على فيستيسي الله يجانا بالصحة والصحة الله يلا انت المتعة عطاك الله الصحة سنة اش انت شي يا استاذية شكون حنا؟ لا حنا وزارة لا حنا برلمانيين اسمي الله يخليك عليك تعرفين؟ She said it's easy جميلة كاسرونة بلط ما شاء الله واتشي مي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مرحبا مرحبا الناس امارات اييه شري يلا شري ايوا الحياه سلام سلام على رسول الله عرفتي جالس على السيدي زياد ترى استوديو المعلم بروفيسيونيل خيالي لا لا برو تبارك الله عليك زغر ميلا يو لاف ذا فود اه يو كان نوت ستوب اني مور شوف زياد شوف ما تعطلش كاميرا واو كاميرا واو كاميرا واو كاميرا واو كاميرا واو كاميرا واو عرفتي واحد التعريقه ترى جاني النعاس انا جاني النعاس شوفوا زغر ميلا You still wanna eat more? Yeah, of course. Oh, here, it's so cool. It's okay. Yeah. سيدي زياد كتفرج سيدي بلعبة سيدي عاوتاني اش بان لك اخاي زياد انا تاني انا تاني وعاوتاني سيداتي سيدات هذه هي لحظة الوداع مع سيدي زياد ولا ممكن يقدر يجي لعندي المكسيك المهم هذو هما اللحظات الاخيرة ديال هذا النهار سيداتي سيداتي داك ما كيعطلش مارت جود نايت ليديز اند جنتلمان تنتواصل بعد يو يو عاود ليه